راسه اخونا احنا يا راسه ما لك هاي بقى تشيت خوي نو طيبه هادي خول الله يزيزي اجي ادخل شوف شويات ادخل واحد السيد كمشو مزيان هادي شوف هادي البيت انا يا الله يرحم الوالدي ما بقاتش شي حاجه اللي خويا حنا هاد الناس مسخسخين بولادهم بكل شيء ليهم يعني مكرفسين كل عام كيوقع لينا بحال هكا ديما عندنا الماء في هاد الشتا ما كنعسوش كنهزو وليداتنا كنديهم لبعدهم يعني حوايجنا الفراشات مشاو لينا ماشي هاد العام راه طقع لينا هادشي تاني في 2009 فهمتي وهاد الناس ما داروش معنا شي حال حنا ما بغينا والو اي ديروا لنا يعني البنيه التحتيه كاع لا ما كناش غنتحولوا او لا ما كاينش هادشي كاع فهمتي يعني الناس خاصهم يشوفوا واحد الالتفاته جهتنا حنا يعني حنا راه حنا مواطنين وكشعب مغربي وكنشكر محمد السادس هذا هو علاش يعني نتمنوا من هاد الناس يوصلوا لي الميساج فهمتي ويكون ان شاء الله هذا الحوار يكون فهمت يكون ان شاء الله بواحد الجديه وبواحد الاتقان هادشي اللي كنتمنوا من هاد الناس فهمت هادشي اللي كاين اخويا هذا هو اللي عندنا وليداتنا مكرفسين بزاف في المدرسه في كل شيء فهمتي يعني البنيه التحتيه حتى كتشوف الوضعيه كيفاش دايره القوادس والو حاشا كيدخل لينا الماء الخانز حاشاك وحاشا هاد الناس كيدخل لينا حتى للديور فهمتي يعني حنا ما بغينا حتى شي حاجه شي مسؤول يجي عندنا يتحاور معنا يقول لنا فين يعني احنا شنو غنديروا او غادي نصلحوا لكم او بزاف د الحوايج مخصوصا في هاد الناس في هاد المنطقه الهراويين كشي الحاله الشوانطه كلشي دوار ولاد العربي واحد هراويين منطقه الهراويين هاد الناس عايشين في الهشاشه ومنسيين لا من الاحزاب لا من كلشي انا كنقولها وكنقول سكوت الساعه منسيين هاد الناس شوف كيجيو عندنا على الاصوات كيجيو عندنا على كلشي كنمشيو بعيالاتنا كنمشيو باي حاجه يعني كلشي لينا ولكن هاد الناس ما داروش لينا شي حاجه ما بينوش لينا شي حاجه اللي غادي حنا نفرحوا ونعاودوا ثاني نبداو معاهم في شي حاجه جديده اخرى هذا هو اللي المطلوب هو هذا واجه عليهم اخويا